يا مساء الفل والجمال على مشاهدي ضيوف، اهلا بيكم في حلقه جديده. كل بنت فينا جميله، تتميز بجمال مختلف عن التانيه. ممكن نقول جمال داخلي اكتر من خارجي، بس النهارده احنا هنتكلم عن الجمال الخارجي. علشان كده يشرفني النهارده في ضيافه وجود خبيره التجميل شروق كامل. اهلا بيك يا شروق. اهلا بيك يا حبيبتي، منورانا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا. في البدايه بقى كده انا حابه اعرف منك، انت بقالك قد ايه ميك اب ارتست؟ ممكن 8 سنين. 8 سنين مش شايفه انه وقت كبير قوي على ان مثلا نقدر نقول انك عندك متابعين مش 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 بقد ال 8 سنين؟ لان يعني في ناس دلوقتي انا شايفاها موجوده مثلا على السوشيال ميديا او على الساحه بقى لها سنه، بقى لها سنتين، بس حققت تارجت عالي جدا. انت كنت مش مركزه في الجيل ده؟ لان انا فصلت سنتين ورا بعض، يعني انا بدات مثلا افكر في الموضوع 2012. بدأت حرفيا شغل مثلا نص 2013، وقفت مثلا فترة سنة ونص مثلا عشان بيبي وكده. بتقطعي وبتيجي وبتقطعي وبتيجي، بس الفترة الأخيرة لا منتظمة، يعني بقالي مثلا كده يعني نقدر نقول 3 سنين. الفترة اللي بتقولي عليها الأخيرة اللي بقيتي فيها تمام اوكي قد ايه؟ لا هو كل الفترة تمام الحمد لله، بس هي الفترة اللي انا يعني وقفت فيها دي عملت لي دروب اصلا في قصة المتابعين دي. بس لا الى حد ما الحمد لله. ايه اللي خلاكي اصلا تتجهي للميك اب ارتست؟ يعني انت دارسه ولا كانت هوايه ولا حبيتي الموضوع ولا ايه بالظبط؟ والله هو الاجابه هتبقى غريبه شويه، ان انا في خطوبتي اتعمل لي ميك اب تحفه تحفه، بس انا بتريق يعني ما كانش تحفه خالص، ما كانش عندي خلفيه قوي بالميك اب تمام، فاتعمل لي ميك اب وحش قوي. فده اللي خلاني اخد ريسك ان انا لا انا عايزه اعمل لنفسي الميك اب في الفرح، فرحي، فده اللي خلاني ابقى ميك اب ارتست. يعني انت يوم فرحك انت العروسه اللي عملت لنفسها مكياج. عملت لنفسي ميك اب والحمد لله، يعني الحمد لله كان احسن كتير من الخطوبه. طيب شروق، انا دلوقتي بنوته داخله جامعه او بنوته لاول مره هتستخدم الميك اب تمام. عايزه كده ايه من ايه تو زد؟ انا رايحه الصالون او رايحه بوتيك، رايحه اشتري ميك اب، بصي تايهه، ده مش عارفه كريم اساس، وده مش عارفه كونسيلر، وده وده، انا تهت، انا لا عارفه هستخدم ايه ولا عارفه ايه المفروض اشتريه. انت تنصحيني كمبتدئه اجيب ايه؟ كمبتدئه تجيبي برودكت شخصيه ولا كميك اب ارتست؟ لا كبرودكت، انا مبتدئه هحط ميك اب لنفسي في البيت. انت محتاجه حاجات بسيطه قوي، يعني مثلا في اغلبيه البنات مش بتحب الفاونديشن تمام، بتستخدم مثلا كمرطب، مرطب للبشره. تنت حل محل دلوقتي ان ممكن تستخدميه كبلاشر وكروج تمام. ماسكارا، ماسكارات حواجب، يعني حاجات كده بسيطه، اي لاينر، مش محتاجه منك اكتر من كده. نقدر نقول عليها زي بيزكس بالظبط، اساسيه كده. موجوده عن المفروض تبقى موجوده عند كل البنات. بالظبط كده. طيب انا عايز اعرف منك دلوقتي، انا روحت خلاص قررت عرفت ايه البيزكس اللي هشتريها تمام. بس روحت اشتريت فاونديشن بشره جافه وانا بشرتي دهنيه، لا او انا ما اعرفش بشرتي اصلا، عشان كده روحت اشتريت عمياني والدنيا باظت معايا بعد كده، رميت الحاجات، جبت حاجات ب1000 جنيه ورميتها. بصي هو مبدئيا ما فيش حاجه اسمها كده عمياني. دي انت المفروض حتى لو رايحه مكان محترم ليه اسمه بيكون واقف معاكي سيلر، هي اصلا المفروض بتبقى عارفه الكلاينت اللي واقفه معاها دي اصلا بشرتها نوعها ايه، بتبدا تعمل معاكي تستات على برودكت، هي المفروض انت تكوني ماشيه لا البرودكت اللي معاكي لا هي مناسبه لبشرتك ومناسبه لكل حاجه. طيب انت دخلتي ما فيش سيلر تمام تنصحك انك تستخدمي حاجه، على الاقل يعني تلمي معلومات شويه قبل ما تروحي تشتري. طب انا ازاي اعرف نوع بشرتي؟ يعني انا قعدت عملت سيرشز برضو ما وصلتش لنتيجه. يعني عندك التي زون المنطقه دي لو دهنيه بس وبقت بشرتك جافه يبقى انت كده بشرتك مختلطه، فتبداي تدوري في الزون اللي هو الفاونديشن بشره مختلطه. وكمان كل فاونديشن طبعا الاوريجينال بيكون مكتوب عليه
هو البشره الايه بالظبط كده؟ فري اويل بيزك، ما فيهوش اصلا اويل خالص، ده يبقى البشره الدهنيه. ويز اويل يبقى البشره الجافه، يعني على حسب، بس كل حاجه بيكون مكتوب تحتيها او مكتوب كده لاين للبشره. احكي لي عن موقف عمرك في حياتك ما هتنسيه مع كلاينت. لا هو غالبا ده عايز 3 4 حلقات عشان احكي لك المواقف كتير قوي. المواقف الكثيرة اللي حصلت لي. لكن موقف حلو ولا موقف وحش؟ يعني بصي، هو في الذاكره بتحتفظ بالاثنين، بس يمكن الحلو بيفضل اكتر والوحش بيدينا درس لقدام، فخلينا نقول كده وكده. نقول الحلو الاول. نبدا بالحلو. الحلو ان في عروسه بعد ما خلصت لها ميك اب كانت عايزه تاخدني معاها البيت. يعني ده موقف استحاله تنسيه. بجد. طب نروح للوحش. الوحش يعني والله ما كتير، بس يعني اقرب حاجه، خلصت العروسه فينيش كل حاجه، ودخلت مامتها قالت لي، قالت لها قومي اغسلي وشك. ليه؟ اصل انت مش محمره لها خدودها. كانت الاجابه الناس عندها خلفيه ان يعني، خلينا ناخد جمله من عند الرجاله، تمام، بتاخد وشها تشطيب. هو مش كده، هو مش كده خالص، هو مش موضوع افوره. صعب. لا، في ناس انا رايحه على الميك اب حطي وزودي واعملي ومش عارفه ايه. انت قولي لي يا شروق، انت بتختاري اللوك بتاعك للعروسه ازاي؟ والله مش ببقى محضره اي حاجه خالص غير لما فعلا العروسه بتقعد تبقى تحت ايدي. يعني ما بقدرش حتى انا هي بتقول لي ابعت لك صوره او انا اجي مثلا تشوفيني او حاجه، ما بقدرش بصراحه اكرر غير فعلا لما يكون تحت ايدي. تمام. بس بقدر بقى ان انا بتشاور معاها بقى، مثلا بتحبي الوان ايه كده، تمام. بحاول بقدر الامكان ان انا ما اخرجش بره نمط اي حاجه هي بتحبها، عشان بس ان هي ما تتفاجئش ان في حاجه مش محطوطه هي مش حباها. احنا معانا فيديو في الكنترول بيجهزوه. على ما يتعرض عايزه اسالك سؤال. هو الفيديو معانا اهو. اللوكات اللي انت عاملاها بصراحه حلوه قوي. ميرسي يا حبيبي. عايزه اسالك سؤال، انت ممكن بعد ما تعملي اللوك تلاقيه مش عاجبك فتغيريه؟ ما بغيرش، بت 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 بصور بتظبطي ولا اي حاجه. هو اللوك، بصي الميك اب اذواق. يعني انا ساعات والله بعمل لوكات انا شخصيا مش مقتنعه بيها، بس بيطلع على العروسه حلو قوي. يعني الصور، لا الناس الصور بتقول لي واو جميله جدا. واو، الناس بتقول لي واو. فهو اذواق، فانا لما مشيت على النمط بتاعي انا الناس قالوا لي انت ما بتغيريش ليه في الالوان، في انت. فبدات ان انا برضو اتابع الناس شويه، طب الناس بتحب ايه، ده مهم جدا برضو. ممكن تيجي عروسه تقول لك انا عايزه لون كذا ولون كذا وتستخدمي لي كذا وتستخدمي لي كذا، ولا انت الدفه في ايدك؟ في ناس، في طبعا في ناس بتيجي تقول لي لا انا عايزه وتجيب لي لوك انا عايزه ابقى كده. يعني انا شايفه في لوك حلو قوي، بقول لها ماشي. بس مش ماشي. وبتعملي ايه؟ تحزوني. اللي هو هريح الزبون بس هعمل اللي في دماغي. ماشي، ما هو مش هيليق عليها اصلا. الموضوع ما مش كده، مش هو مش استامبا. طب قولي لي يا شروق، يعني انا اعرف كمان ان انت مش بس ميك اب ارتست، انت كمان كوتش تعلمي البنات. ايه اللي خلاكي، انت قلتي خطوبتي كانت وحشه وانا خلاص خدت قرار انا هعمل الفرح، طب ها هبت راحت لفين؟ راحت للكوتشنج. طب ليه؟ ايه اللي خلاكي يعني البنت اللي عملت لك قلتي بقى انا هعلمها درس تعالي بقى عشان ايه ما تطلعيناش جيل فاشل بالشكل ده، فانا هعمل كده، ولا الموضوع جالك ازاي؟ لا والله هي الناس اللي دفعتني للموضوع ده، انا ما كنتش حاطه الموضوع خالص في دماغي وما كنتش حباه عشان ابقى صريحه. يعني ما خدتش ريسك ان انا اقف قدام حد واعلمه، ومثلا سي 5 ايام ورا بعض ولا 6 ايام. انت في البدايه اصلا روحتي اخدتي كورسات عشان يعني حتى تبقي مؤهله ان تعملي ميك اب لفرحك، ولا كان العادي اللي انت بتعمليه في حياتك العاديه تحول لبقى؟ ما خدتش كورسات عند اي حد خالص. انا اشتغلت على نفسي كتير قوي، يوتيوب كتير قوي، لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي. لكن ما خدتش كورسات. طب قولي لي يا شروق، دلوقتي انت بتاخدي وقت قد ايه عشان تعملي لوك كامل؟ مثلا سواء سواري، سواء فرح، سواء خطوبه، ده بياخد منك وقت قد ايه؟ انا كشروق نص ساعه، عروسه ممكن اقل من نص ساعه. حلو جدا. لكن لما ببقى عايزه لوك بقى بتصوير موديل مش عارفه ايه الكلام ده كله، لا ممكن يخش في ساعتين. ساعتين. طب ايه وجه الفرق ده بين السماء والارض، نص ساعه وساعتين؟ العروسه انت هي قاعده قدامك، انت خلاص عارفه انت هتعملي ايه. اول ما بتقعد قدامك خلاص انت عارفه انت هتشتغلي خلاص، دي بتكتك خلاص، تمام. الدنيا تمام خلاص. لكن الموديل ببقى عايزه افني فيها شويه،
عشان يعني تطلعي غير حاجه حاجه تجاريه مثلا. بالظبط. طب قولي لي يا شروق، يعني انا دلوقتي قررت خلاص ان انا هبقى ميك اب ارتست، تمام، ايه الستبس اللي انا لازم ابقى عارفاها عشان ابدا بيها صح؟ ستيبس ان احنا الاول اول حاجه ندرس البشره محتاجه ايه، بس بعد ده اهم كتير من انك تعرفي اصلا انك تحط ميك اب. يعني انا اصلا كنت شغاله في مجال التجميل قبل الميك اب، ده اللي كمان دفعني اكتر ان انا الى حد ما فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. فانت البيزك اهم من الميك اب نفسه. انا شو استمتعت جدا 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 معاكي، كمان استمتعت باللوكات اللي قدمتيها النهارده. انا بشكرك جدا جدا على وجودك في ضيافه النهارده، واتشرفت بوجودك جدا، وان شاء الله تنورينا في حلقات تانية إن شاء كتير. الله هو مع الاسف خلص وقت فقرتنا. في مثل كده بيقول لك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، فخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اللي عاجب الناس مع فقرتنا التانية. استنونا.